الزواج منفعة متبادلة. ولعل في قصة أختم بها في هنا، امرأة رجل تزوج بامرأة تحمل، هذه قصة معروفة من قصص نجد، ما بي أبين كل ظروفها لأن بعض الزوايا ما نبي نذكرها، لكن رجل تزوج بامرأة فأنجبت أبناء من العققة عاقين وأمرضوه، وذهب فقال لها أحد العقلاء ابحث لك عن عرق فيه وصل وعرق فيه كرم وعرق فيه شجاعة، ولا تذهب للبيوت اللي فيها بعض البيوت كلهم مبنية على التشاح والتقاطع، فخذ لك مرة. المهم كان جالسا قال فلان لو عنده بنت والله أني أوصيك تأخذه، أشجع الرجال وأكرم الرجال وأتقى الرجال وأوصل الرجال. الله أكبر. ما بقى من بناته إلا بنيت تشال في محفرة في زبيل، يعني أنها معاقة فتحمل، ما كان عندهم الأولين قبل، ما عندهم إلا الزنبيل، ما عندهم عربية في يحملونها حمل. فراحوا خطب عنده فقال له وأنا عمك والله أنت خطب في من؟ أنا ما عندي بنت. قالوا فلانة. قال أنت تعرف فلانة وحالها؟ قال نعم. قال يا ولدي ما خبرت أحد عاقل بيجي يطق الباب ياخذ له واحد تنتشال في زبيل. قال يا عم أبي عقلها وبي رحمها، ما بي الله يحفظك، ماني برايح نسابق بها، ما هي ببلزبها مع الخيل. الله أكبر. هذه أبي امرأة تنجب لي بررة، وقد أتاه الله منها ابنين صقرين أسدين من أشجع الناس، والأولين كان بينهم مشاكل وبينهم كذا، فما حما شيخوخته وما رفع رأسه وما أقر عينه إلا أبنائها المحرولة، هذا اللي يسمونها عيال المحرولة، كانوا قرة عين الله. فيقول يا ليت الأولى تحرولت وطلعوا لي منها رجاجين، لكن هذه تركضوا عيالها وركضوا وهجوا وخلوني. ولذلك نعم أنا أقول نعم، اللي يحسن في هذا الباب فقد أحسن إلى نفسه.